ودعي نص السمكة بتاعتك. انتوا عملتوا ايه؟ هرست البحر بتاعتي. الفشلة جننت. ايه اللي بيحصل هنا؟ استخبوا. انتي نفسك تكوني عروسة بحر. واو، ده رائع. ديلي جديد حلو قوي. اتفضلوا. هو واخدها فين؟ استنى، لازم ننقذ عروسة البحر. انا مش هروح. لا هتروحي. طيب يا حبايبي، جه وقت العرض. ايه المكان ده؟ انا عايزة ارجع تاني. افتحولي، افتح. الدخول لعريس البحر بس؟ ليه؟ دلوقتي الموضوع وضح. انا هفضل هنا للابد. ده مش معقول. ميك اوفر لعروسة البحر. واو، ده رائع. دول بيطيروا. انا شايفة باب. اخيرا طريق الخروج. افتح، خرجوني. ايه الهزار ده؟ لازم البس زي عروسة البحر. طيب انا محتاجة ده وده. هي ايه مشكلتها؟ بتتنطط زي فرقع لوز. كاندي، انا هاكلها. وكمان ده. مفيش فايدة. مفيش مشكلة، انا هطلع حالك. هي الديل جهز. الدرع الشعر لطيف. هي بتخطط لإيه؟ مش محتاجين الصدفة؟ انا هاخدها. شكرا. خلاص كده اللوك بقى كامل. يا باب خرجني. 0%؟ ده مش عادل. لبس غبي، ما قداش الغرض. بصوا انا لقيت ايه. عروسة بحر. هاتيها، لازم ننظفها. مفيش فايدة. انتي بس بتنظفي غلط. اول حاجة نغسلها كويس. نغسل الشعر وبعدين الوش. العناية الرقيقة هي المفتاح. يو، الجمال شغل صعب. انا شايفة نشويها بمجفف الشعر. لا يلا، هي هتحبه. أسوأ خبراء تجميل على مر التاريخ. خلصت. استني، يلا نقابة عروسة البحر، افتحوا الباب. أو بالراحة. يا ربي، مش حاسة إني كويسة. طيب إيه اللي بعد كده؟ خلاص أنا زهقت. وقت الموت. ديل. طيب وقت التألق. ياي، الميك اب الجديد في الطريق. انتي فرحانة كده ليه؟ لازم هنشيل الميك اب القديم. انا افضل من غير ميك اب. هشيله كله، الفم، العينين، وكمان الانف. بودرة وش كتيرة وبلاش من فوق. هنعمل حواجب مستوحاة من امواج عروسة البحر ونضيف بريق. بعد كده هنعمل العيون لون لولي رقيق ونعمل نمط اصفر وخدود بينك. انا بيكا بعد كل ده. لوك عروسة البحر مش هيكمل من غير جليتر. رائع. يلا نعمل الأنف. قلب أسود صغير. الشفايف. طيب أنا جاهزة. يا باب، اللوك ده أفضل؟ أنا عملت 10% من الميك أوفر. ياي، ده هايل. طيب إيه الوضع؟ الميك أب بتاعي مش هينفع. جاي حالا. الباب اتفتح. ملحقتش. لازم اعمل الميك اب. ايه، هي شالت الماسك بتاعها؟ يا ربي، ايه المشكلة؟ انا عندي وش. اشتغل. ابدأ بالفاونديشن. أنا بحب أشتغل بالفرشة. دلوقتي محتاج آي شادو أسود طبعاً. دلوقتي هنضيف شوية بريق. ستنسل.
شافي. شغل رائع يا ثينك، بس في حاجة ناقصة. هو ده الكلام. إيه الأخبار؟ 20% عروسة البحر؟ لحد دلوقتي كله تمام. الميك اب بتاعي خلص. واو، أنا بنشر طاقة ساحرة باللافندر. واو، بصي جاكسي أنتي جميلة، روحي على الباب بسرعة. أنا؟ طيب. بيو، خلاص أنا جاهزة. إيه؟ 15% بس؟ أوه أيوة، أنا لازم أحسن شكل الماسك بتاعي، هعمله بأسلوب المحيط، مواقع أكتر، نجوم البحر ومرجان، وطبعاً لولي هيقول إيه الباب دلوقتي؟ 31%، أحسن بكتير. برافو عليك يا جاكسي. أوه إيه، كفاية، إحنا بنشجعها. وإيه بعد كده؟ ابتدوا في الديول. ديول؟ وهنعرف نجيبهم منين؟ أوه، يلا نشوف العلبة فيها إيه. فيها حاجة كويسة. واو، ده ديل، بس شكله قديم شوية، مستحيل حتى ألمسه. امسكيه. أوكي. أوه، حظي حلو. من فضلك، عندك ديل إضافي؟ أنا محتاج واحد جداً. اتفضل، ده هدية. انتي طيبة قوي. اتفضل، تقدر تاخد ديولنا كمان. باي باي يا صاحبي. الديول تمام. شكراً على الديل يا فاشلين. ايه؟ ازاي؟ 100%. باي. استنى يا ربي. هو أخد ديولنا. احنا ازاي بالسذاجة دي؟ ممكن يكون فاضل حاجة تانية؟ اوه ايه ده؟ كاندي، هجربها. لذيذة قوي. واو، بقى عندنا ديول. انا هرجع. اوه، ممكن اخد الصندوق ده؟ من فضلك. الصندوق ده؟ اتفضل. لا 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 لا، استني. اوه شكرا جدا، في مفاجأة في انتظارك. باي باي. ايه السناك دي؟ لا بص يا وينز دي، انا عروسة بحر بخمس ديول، ده شيء رائع جدا. باي يا بنات، اشوفكم قريب. انت محظوظ. انا عندي فكرة. رائع، انا دلوقتي عروسة بحر. يا بيب، ايه رأيك؟ كويس؟ لا، اوبس، راسي. وقت التوبس. التوب، ياهو، ده ليا انا. المقاس مظبوط. بنات، ايه رأيكو؟ اهو التوب بتاعي. رائع. لا لا لا، انا مش عايزة البس توب. يلا غيري. لا، ده كتير قوي، ستايل عروسة البحر مش ليا. اوه، في حاجة غلط. الديل محتاج جدا حزام. انا عارفة هعمل ايه، هعمل حزام بايدي للديل بتاعي، حزام مجموعة فخامة المحيط 2024، بيلمع قوي. واو، ده شكله رائع، نفسي يكون عندي حزام زيه. طيب انتي كمان هيكون عندك حزام جميل. واو، ده كمان احسن مما تخيلت، لبس اعماق البحر لايق عليا جدا. شكرا، يلا روح للبيت. بقد ايه؟ اوه 60%. ايوه قصدي مش وحش. عندي خطه. لحظه، لا يا بيكا، ما تقطعيش ودنك. بوم، انا كنت بهزر، ودني بتتشال. وانا كمان عندي فكره، في الوقت ده هجهز كل حاجه. وديني، في حد سرقهم. اهو، انت يا حرامي، رجع الودان تاني دلوقتي حالا.
الودان هتفضل معانا. رائع. وداني المسكينة. كفاية عياط، أنا أنقذت وداني. الودان الغبية عصبتني. أنا أقدر أعمل ودان مستوحى من عروسة البحر. أهو، جميلة جدا. هاي، فين إكسسوار الراس؟ أيوة، جاكس، هتساعديني؟ إيه؟ لأ، أنا بعمل حاجة مهمة. شوبينج، هشتري ده، وده، وده. هاي، أوه، حسابي وصل لأدنى حد. عروسة البحر الغواصة جاهزة للغطس. آها، 2% كمان. شفتوا ده؟ يا بنات، الباب مستني. إكسسوارات؟ طيب، قبلت التحدي. أنا هكون سريع. بان! عقدي جاهز. رائع، مش كده؟ أنا هعمل طوق يدوي ستايلش. الصوف الأبيض هيتحول لنجوم البحر. لطيف، هلزع قطع أعماق البحر مع بعض وزينهم بالخرز. هلزعهم كلهم في الياقة. الإكسسوار بتاعي جاهز. شكله حلو عليا صح؟ انتي بتعملي الإكسسوار بتاعك يدويا ولا لأ؟ بسرعة يا جاكسي. طيب، هعمل خرز لولي. هاي، فرس البحر ونجمة البحر، انتوا كويسين جدا. اهو، خلصت خلاص. قوموا للباب. كلنا جاهزين. حارس الباب، ايه رأيك دلوقتي؟ يلا، من فضلك. ايوه، لأ، هي دي. ايوه، لسه. أكيد شعري هو السبب. دلوقتي هيكون 100%. ومش هنسى التاج. واو، جاكسي، بصي هناك، أنا السبب. إزاي وصلنا هنا؟ ده مش عاجبني. إحنا فين؟ إيو، إيه اللي بيحصل؟ أهلاً بيكم في السلك الرقم المذهل بتاعي. وصلتوا في الوقت المناسب. الميك أوفر المذهل هيبتدي دلوقتي. مهمكم إن أنتوا تتحولوا لبومني. أنا مش هشترك في ده. إيدي. المقلب كان حلو. أول حاجة هتتعمل هي إزالة الميك أب. لما تخلصوا كل الخطوات هتقدروا تخرجوا من الباب ده. حظ سعيد. ايه اللي جوه؟ متحمسة اشوف ايه اللي جواه. اهم حاجة الاول هنمسح الميك اب. انا عندي اسفنجة عنكبوت مميزة. خلصت خلاص. وشي محتاج غسيل. في رغوة في عيني. في حد بيعيط؟ عروسة البحر هساعدك. الرغوة تختفي بسرعة جدا. خلاص كده، تقدري تفتحي عينيكي. بجد؟ اوه، شكرا. ايه الخطوة الجاية؟ الشعر، التألق، اللبس. هبتدي بالميك اب. هنبدأ الأول بالكونسيلر. بعد كده هنظبط الكونتور كويس جدا. البنت باربي بتشتغل كويس زي ما انتوا شايفين. لازم ابوظ اللي بتعمله. انا عارف، فين منفخ الهواء بتاعي؟ يلا شغله. ايه اللي بيحصل؟ ليه في رياح؟ مش عارف اعمل حاجة. يا ربي، باربي في مشكلة. من فضلكم اضغطوا لايك عشان تساعدوا باربي تخلص الميك اب. ايوه، نفع. أنا مش عارف ليه مش بيشتغل. يوه، أخيراً، شكراً، أنا رجعتني للميك اب. هضيف بينك آي شادو حوالين العين. شوية أبيض، هزود آي لاينر أسود. خلاص،
شوية تفاصيل أكتر والميك اب بقى جاهز. هبدأ بالبرونزر. هستخدم غطاء علشان أحط كونتور. وأدمج. بعد كده بودرة الوش. آيلاينر. وسباركلز. كل اللي فضل إن أنا أبرز شفايفي. اللمسة الأخيرة. العدسات. وكده خلصنا. أنا غيرانة شوية. الفرشة مليانة سلايم. مش عارفة أستخدمها. كل الميك اب باظ. شكلي مش ممكن يكون أسوأ من كده. دي مشكلة رهيبة. ما تقلقيش، أنا هساعدك. هنحول الميك اب السيء لتحفة فنية. خلاص، ده يطير العقل. وبالبساطة دي خلصنا المهمة الأولى. روحوا للباب، لازم نخرج من هنا. الباب مش بيفتح. احنا خلصنا 25% بس. مستحيل نعرف نخرج من هنا. هنكون كويسين. ايه المهمة التانية؟ اللبس. انا هلبس ايه؟ انا هجرب الاصفر. مش متأكدة قوي. رياضي؟ مش النهاردة. بينك؟ مناسب جدا ليا. انا محتاجة اقص شوية. قماش عشان لبس المستقبلي. انتي خوفتيني. مكنة الخياطة في مكانها. كل حاجة جاهزة. آخر غرزة وخلصت. هضيف حزام عشان يبرز الوسط. هاي أختار لبس إيه؟ دي الأحمر ولا أزرق؟ مقص؟ شكراً جداً. إيه اللي حصل الديول؟ وصباعي؟ هعمل إيه؟ إيه؟ استمتعي. انت متأكدة انك انت هتساعد؟ طيب البيكسلز راحوا. وانا بقى عندي ديل جديد رائع. انا عايزة يكون عندي كاندي زي دي. استني. رجلي. مين ممكن تلبس كده؟ تقدري تاخديه. شكرا، ده ليكي. شكرا جدا. دلوقتي هو ده الكلام. للباب. احنا كمان جايين. مفيش حاجة اتغيرت. ازاي؟ اشتغلوا احسن. انت السبب. انتوا يا جماعة شايفين لبسنا ناقص ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات. طب عروسة البحر؟ صح، هي لابسة الطب الغلط. صح، انا نسيت خالص. في تعليقات تانية. يلا نشتغل على ده. اكيد في حاجة مناسبة هنا. جاكيت لطيف، بيفكرني بحاجة. انتي مش متلخبطة في حاجة صح؟ أوبس، أسفة. إيه ده؟ شكله حاجة محتاجاها. هحتاج لزق. ولولي كتير قوي. فوالا، التوب جاهز. ناقص الزراير. لحسن الحظ عندي الحل. هعمل دايرة. هقطعها. وأضيف حشو. هخيط حوالين الحواف. زرار الفرو بقى جاهز.
لطيف. أنا هعمل يقل نفسي. خلاص. وجوانتي عشان أكمل اللوك. الأساور أساسية. باربي عروسة البحر. لازم نمشي. افتح يلا. برضو مش عايز يفتح. ايه المشكلة المرة دي؟ هنرجع تاني. الشعر فهمت. انا عارفة اعمل ايه. هضيف صبغة الشعر. واو. والفه فويل. الوقت. متحمسة جدا. خلاص كده هشيل الفويل. وشعري الجديد الجميل بقى جاهز. طيب انا هشيل الباروكة وهلبس واحدة جديدة. كل اللي محتاجة اعمله ان انا اضفر شعري. ده كان في منتهى السهولة. يلا نصعب الوضع عليكي. ايديا وقاحة. انا اقدر ادفر بايد واحدة على اي حال. جربي تدفري شعرك من غير ايدين خالص. انت شرير. تينك. انا محتاجاك. شكرا. كيت انت ضيعت وقتك. وقحة جدا. ايه رأيك في ده؟ تينك هو عمل فيك ايه؟ دبوس؟ طيب انا مش هتخلى عنك. الخطة فشلت خالص. شعري جميل. مش هقدر اعمل المهمة. طيب لازم اعمله بينك. غالي. لا مش هقدر. انا هساعدك. اهو انتي عملتي ايه؟ واو ده طلع لطيف. شكرا. احنا خلصنا الشعر. انا متأكدة ان احنا هنعدي. في حاجة غلط تاني. المهمة الجاية هي اكسسوار الشعر. يا ترى ايه اللي هنا؟ يلا نشوف. افتحه ازاي؟ تقيل قوي. انا هساعدك. شكرا. انا لقيت بنيه مناسب. اتحركي. ده ليا. وانا هاخد ايه؟ لازم اعمل كل حاجه بنفسي. على قدي بالظبط. مش ممكن يكون احسن من كده. انا مش هستسلم. انا كمان هعمل برنيطه بايدي. هحدد الشكل. هقص قطع. وخيطهم. هقلبها الناحية التانية. واملها بالحشو. هظبطها. وشوية كور فرن. كنت هنسى حواف البرنيطة. البرنيطة خلصت. ده سخيف جدا. البرنيطة بتاعتك صغيرة قوي. هو برنيطتي عملاقة. هي بطل تضايقها. تجاهليه. البرنيطة بتاعتك جميلة. مش كده يا شباب؟ شفتي؟ دلوقتي سيبونا نعدي. لسه الوضع ابتدى يكون مزعج. في ايه دلوقتي؟ الضوافر؟ ده مش منطقي عشان انا لابسه جوانتي. مش مهم. انا بحب اعمل ضوافر. هستخدم ضوافر ضغط. يلا نبتدي. واو الدور على الايد التانية. الضوافر خلصت. مفيش فايدة. هو ده الوضع. انا هدهن ضوافري رمادي.
خلاص، أنا متأكدة إن إحنا هنعدي المرة دي. طفلة حقيقية. المرح هيبدأ. باي يا لبس ممل. أبيض؟ ده رهيب، ما توقعتش ده. دي ألوانكم الجديدة. انطلقوا. أنا ما بحبش أكون أبيض وأسود. لكن ليه بينك؟ أخضر؟ طيب أوكي، نغسل وشنا؟ دي أول مهمة. أتمنى ما يكونش خطر. زيت تنظيف بيشيل كل الميك اب. هاي، ايه اللي حصل مخيف؟ كفاية، بشرتي بتلمع. شكرا، انا افضل استخدام فوم للتنظيف. الزرار بايظ ازاي؟ لازم اعرف فيه ايه. ده مش متوصل. دلوقتي كله تمام، هشغله. برضو مش شغال. بيكاتشيو، محتاجين ساقة كهربائية. برافو. لا لا لا، ده مش عادي. الميك اب يلا نعمله. هنضيف فاونديشن على فرشة. أنا محتاجة أكون أحلى وشوية كمان. هنبتدي في العيون، الهوية مش ممكن تتكشف. زوم، آي شادو، جليتر، جناح آي لاينر، رموش. أنا محتاج شوية صواعق. بيكا بيكا. شكرا، أنا هحتاج فرشة. الشفايف لازم تكون خضرة كمان. خلاص يلا نتألق. رائع. أيوة جميل. هجرب تاني. دي حاجة غريبة. ايه؟ انا نجحت. الهدوم اهو، الاخضر اللي بدور عليه هنا هتفيدني حصص الرسم. اللون الاسود هيقابل الاسفنجة، واللبس الممل هيتحول لزي سوبر هيرو. يلا. اوه ايوه، اعمل ايه في الموضوع ده؟ ده محتاج ذكاء المحقق بيكاتشو. هاي اختار ايه؟ ده ده ولا ده؟ عدسة مكبرة؟ كنتوا مفيدين جدا. يا ربي الشمس قوية قوي. هو ده بالظبط. نسيت البنطلون، مش بينك خالص. اعمل ايه؟ مين اللي جه؟ انا بدور على بامني، ما شفتهاش؟ انا عارف، بيكا بيكاتشو. ده ادى الغرض. فين بنطلوني؟ بيكا شكرا، انا هلبس الفستان المفضل عندي. ايه المشكلة؟ اللون الغلط؟ لازم استخدم لون. الأبيض والأسود مثاليين. هزود شوية مية واخلط. اللون ده المفروض يكون كفاية. هبتدي شغل. ما تبصوش، المهمة تمت. لكن أنا لسه محتاج بينك. شوية سواق هنا وهنا. ازاي بقى جاهز؟ حلوة قوي. يا ربي انتي ايه؟ لا اهدوا، انا جات لي فكرة.
بيكا بيكا، عسى جيلي البومي، ويلي دي باك، وأنا لطيف. ده هيسعد الكل. يم يم بيكا بيكا لذيذ. إزرار، عملناها. يو، نجحنا. الشعر هو التحدي اللي بعده. بوكي بول فيها علبة سبراي من جوه. أنا هجربها. أيوة، نفع. مش مشكلة، أنا هعمل صبغة بمكونات طبيعية، لكن لسه محتاجة شوية مجهود. أوه أيوة، المفروض يكون كويس. هبتدي شغل. فيو، عملتها. أما بالنسبة لي، قدامي تفتيح كتير أعمله لشعري. هصب، هضيف، واخلط، وادهن بعناية كل شعرة، هلفه بفويل. يلا نشوف النتيجة. واو، نتيجة بيضة مثالية. ايه؟ انا هكون الاول. غلطة كبيرة، ده هيكون انا. حظ سعيد المرة الجاية، انا اللي كسبت الجولة دي. ده غش، لازم اخرج باي طريقة. اوتش، ده رباط الشوز بتاعي، اجيبه منين؟ قصدي واضح الشرايط هتأدي الغرض. واو، الشعر ممكن يستنى. مثالي. اوه يا ربي، انا نسيت الشوز. انا هلون كروكس باللون البينك دلوقتي. بيكاتشو، خلصت. مفيش شوز ليا. اوبس، ايه ده؟ الشوز الجميل بتاعي، حبيته قوي. استني، الشوز بتاعك مميز جدا، انا حبيته. مبروك، انا كسبت. بوكيمون مكار. اكسسوار؟ طيب، واضح جدا ان انا محتاجه ماسك جديد. الاحمر مش هينفع. يلا نبدا، نعمل الشكل ونقطع الماسك. بعد كده هنلونه باللون الاخضر ونضيف نقط سوداء. تمام كده. القطع دي ممكن تعمل كاب جديد. هخيط القطع السوداء والبيضة مع بعض، وبعدين هخيط النصين مع بعض، وبعد كده هقلبهم. نضيف حواف. الكاب الجديد جاهز. الشعر العنيد عمال يدخل في عيني، الأفضل أخليه يبعد. هنقطع كرة فوم، نرسم عليها أجنحة ليدي باج. نضيف أنتنا وشرايط. الأول هنتعلم التعليمات. اتأكد إنك قريتها بعناية. طيب طيب، تعليمات خياطة الجوانتي خطوة بخطوة مش سهلة. دلوقتي بقت واضحة، شكرا. أقطع، أرسم، أقطع أكتر، والقطعة جاهزة. وقت خياطة القطع مع بعض. أوه أيوة، ده نفع. بعد كده هعمل بوكي بول.
هلون نص كرة باللون البينك والأبيض، هجمعهم وهضيف زرار من ورق الفوق، هعلقهم في علاقة. مفتاح البوكي بول بتاعي هيكون دايماً جنبي. الراجل مش بيعرف يغني. سوبر تشانس، سمعت؟ أنا عارفة إزاي أستخدمهم. جريت تشانس، ساعدوني. هدوء تام. أنا هنفخ بالونات وهعمل منهم كور فرو وبرنيطة كمان كوانتي. أوه، في حد بيغني. بيكاتشو، صوتك رائع، أنت موهوب. أنا مكسوف قوي، أنا وداني بتحمر والديل رائع. آخر قطعة هتكون حلقة ستايلش. أيوة، إحنا كسبنا. يا ربي، أنا خسرت، يعني بقيت لوحدي خالص. ألعب تاني؟ أنا موافقة. إحنا فين؟ إيه ده؟ لازم أعرف. إيه اللي حصل؟ مبروك، أنتوا دلوقتي هتتنافسوا في تحدي اللون الواحد. عروسة البحر البينك، ليدي باج السودا، فامباير الأزرق. ده هيكون رائع. إيه اللي بيحصل؟ دلوقتي كلكم جاهزين، وقت التحدي. 3، 2، 1، ابتدوا. عروسة البحر البينك، هو ده بجد؟ رائع، دي حاجة هايلة. أنا هصبغ نفسي بينك، فكرة هايلة. لازم أسرع. ابعد، انت بعيدي، ابعد من طريقي. انا هخلص اسرع على اي حال. عروسة البحر بتخطط لحاجه. هدوم، اكيد في حاجه بينك. مش بالسرعه دي، اتحركي. اوتش، البدلة السوداء مناسبة جدا. كل ده غلط، فين لوني؟ واو، توب بينك، حظي حلو. أنا هجربها. رائع، الاختيارات محدودة. أخيرا، مش نافع. طيب هغير بالطريقة القديمة. زرار، استني. وبالبساطة دي خدت نقطة. ياي، أنا ما عدتش، أنا هخسر. ميك اب سهل جدا. أول حاجة همسح الميك اب القديم. تنظيف مية المايسيلر بسرعة. المية هي العنصر بتاعي بغض النظر عن النوع. هبدأ بالفاونديشن. أنا محتاج درجة أفتح. أنا هعمل ميك اب قشور بينك. بالراحة، أنا محتاج أركز. خلصت ميك اب العين. المشكلة إن محدش يقدر يشوفني من غير الماسك. آي شادو، ماسكارا، خلصت. هضيف جليتر ودلوقتي أقدر أعمل شفايفي.
الجليتر الأسود شيك جداً. عظم الخد والشفايف لازم يلمعوا زي العيون بالظبط. أنا ههزمك المرة دي. ليه مش شغال؟ العيون السودة رائعة. درجة الآي شادو البينك شكلها ستايلش. عدسات. أنا نسيت خالص. الوقت مهم جداً. لازم أغير العدسات القديمة. هبدلها بالزرقة الجديدة. أنا الأولى. أنا ملحقتش. لا، التحدي جاي تسريحات الشعر. ده سهل جدا. أنا عندي صبغة. هقص شعري شوية وأبدأ شغل. الأسود دايما مفضل عندي. أنا هستخدم جل الشعر. كل ما كان أكتر كل ما كان أفضل. يا ربي إيدي لزقت. شعري رائع. أنا مش هينفع أتعصب دلوقتي. لازم أصبغ شعري. المهمة تمت. زرار. أنا نجحت. يا ربي إيدي لزقت. توصيل ضروري. أطلب. أهي الباروكة بتاعتي. شكراً. بس لونها مش بينك. مش مشكلة، ممكن أعدله. أنا هصبغ شعري. فوم بينك كتير. هنقع الباروكة وأضيف ملح بينك. محتاجة بينك أكتر. كمان أكتر. أوه أيوة، نفع. شعري البينك الجديد المذهل. رائع. الزرار. أنا اللي خلصت الأول. مش المرة دي. جبهتك. ده مش مضحك. إيه الخطوة الجاية؟ اللبس. أنا بحب ده جدا. أنا ممكن أختار إيه؟ كيب. شكلها لطيف. رجلين سودة. ده بجد؟ دي البينك؟ أعتقد إن ده ليكي أنتي. وقت تلوين القشور. هحط لون على الفويل وهلفه حوالين الديل. الحرارة هتخلي التأثير أسرع. يلا نبدأ. أنا هقص دايرة من الأسفنج. هحطها في اللون وهعمل نمط. نفع. بدلتي الجديدة هتكون جاهزة أسرع مما تتخيلوا. ادي للبينك حاجة تانية. ازرار. نقطة للجميع. ده رائع. ده مستحيل. الزرار. أنا نسيت خالص. الجزء اللي بعد كده هو الإكسسوار. أنا هعمل سلسلة مستوحاة من المحيط. هملأ قوالب ومسدس الشمع. وهحط نجمة البحر وصدف البحر اللي عملتهم في السلسلة. ده من عالم تاني. اللمسة النهائية. صدفة بحر ذهبية. ده هيضمن لي فوزي. أنا محتاجة أغير الماسك بتاعي. هستخدم واحد من معجون ورقي. هحدد. هقص.
ولونه أسود وأضيف نقط حمراء. كله تمام. أنا محتاج مكنة خياطة، ما استخدمتهاش من زمان. هبتدي شغل. هخيط. والله عندي كيب أزرق شيك. الفراشة هتكون اللمسة الأخيرة. مسكتك يا فار، دي هتنفع. طيري. هاي عندي كل القطع، هضيفهم مع بعض والزق. كوبي بيونة الفامباير بقت جاهزة. الحلق ده قديم قوي، لازم يتجدد. حصان البحر هينقذ اليوم. البابت هتكون كمان أحسن. هملأ قالب دائري بمسدس الشمع وهضيف قاعدة الحلقان. هاي دلوقتي محتاجة أضيف شوية نقط حمراء والحلقة هيكون جاهز. ودلوقتي التابوت القديم بتاعي هيكون مفيد. فيو عملتها بالعافية. كل اللي لازم أعمله إن أنا أصغر حجمه. لا أكتر كمان. تمام، شوية لون أزرق عشان أكمل شكل الحلق الجاثيك. عندي فكرة، التل ده هيكون كفاية. هقصه. وأضيف شريط مطاطي وهخيط. ولا الكم الأنيق جاهز. التاني في أكتر. هحسن التوب باستخدام دبوس شعر. الزرار بس الشنطة بتاعتي مش كويسة خالص. ليه ده هنا؟ يا ربي ايه ده؟ واو ده رائع. هرسم دوائر حمراء الأول وأرش لون أسود من فوق. هضيف حزام. بادا بينج، بقى عندي شنطة جديدة. أنا هجربه. الناب في الطريق. ومفيش حد شايف، أقدر أشيلهم. هلونهم أزرق وأضيف شوية لمعان. أوه أيوة، أنا هكون الأولى. ده مستحيل. ها؟ أنتوا بتحلموا. إيه اللي بيحصل؟ إحنا ليه رجعنا زي ما كنا قبل كده؟ جولة تانية؟ أوه لأ. وده اللي أنا لازم أعيش فيه؟ هاي يلا نبدأ في البناء. الحيطان البيضة دي بتخليني اتضايق. البيت ده هيكون مظلم أكتر بكتير. يلا ندهن الحيطان. أنا بحب اللون الرمادي. هاي بطلي تنمر على الخفاش الصغير بتاعي، احنا هنمشي. هستخدمك كديكور. قالب مثالي. واو انا ملك تصميم الديكور الداخلي. سوبر تشانس. الوان وفرش، ده مثالي. لا ده واخد وقت طويل، أنا محتاجة دهن أكتر. يلا بينا.
خلاص. أوه لا، ألوان أكتر. ممكن أتعامل مع ده أكيد. أنا هدن المكان ده كله. مثالي، كله الدهن. طيب، أنا محتاجة أدخل في مود الرسم. الموسيقى البحرية دي هتدخلني في المود المناسب. هاخد فرشة. هايل. دلوقتي لون أزرق. رائع. ممكن يستخدم على الحيطان. جميل. أنا بس محتاجة بابلز. جاسبر ساعدني. ولد شاطر. بابلز ها؟ نمط ليدي باج بتاعي أكيد هيكون أفضل. كيا، مثالي. السطح بتاعي شكله فاضي. أوه، أنا عندي فكرة. السديهات دي هتعمل قشر السقف المثالي. أهو علم. هيكون واضح جداً إن عروسة البحر عايشة هنا. محدش السقف بتاعه هيكون أفضل من سقفي. القاعدة من ورق الكرتون خلصت. دلوقتي ممكن أدهنه. شموع غامقة. أنا عايز كل الناس يعرفوا مين عايش هنا. ده مظلم جداً وأنيق.